الحمد لله الذي جذب قلوب أوليائه لمحاسن الفرائض التي زين جيدها بأنفس القلائد. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يحصي حسن الثناء عليه عبد بجميع المحامد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قد أسست عليها قواعد العقائد. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي كمل الله خلقه وخلقه بالفضائل الزوائد، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين كابدوا في محبته ومتابعته الشدائد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتقوى فهي خير العوائد، فما استفاد عبد كالتقوى فهي أفضل الفوائد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم يا معشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى جعلكم في أموالكم مستخلفين، كما قال رب العالمين في محكم الكتاب المبين: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالمال مال الله جل جلاله، وقد أنعم عليك بالاستخلاف والإيتاء، وشكرك لسابغ نعمته عليك إنما يكون بالنفقة والصدقة والإعطاء، كما قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإن مالك ما أنفقته في حياتك في وجوه الخير، ومال وارثك هو الذي يرثه بعد موتك الغير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مال العبد ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. فأفضل الصدقة ما كان في زمن صحة العبد وتمنيه للمآرب والأغراض، وهذا بخلاف الصدقة التي يتصدق بها العبد وقد أحاطت به الأمراض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أخرجه البخاري ومسلم. فمثل الذي يتصدق بماله وقد أحاطت به الأسقام كمثل الذي يأكل حتى إذا شبع أهدى من الطعام. فعن أبي حبيبة الطائي رحمه الله تعالى قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله لما حضره الموت، فسئل أبو الدرداء عن صدقته، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. أخرجه أحمد والنسائي. ثم اعلموا يا عباد الله تعالى المؤمنين، لازلتم بحبل مولاكم معتصمين، أنه شرع للعبد قبل موته أن يتصدق بجزء من ماله
رجاء أن يزيد الله تعالى له في حسناته وأعماله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. أخرجه ابن ماجه. فيشرع لمن خلف ما يزيد عن كفاية بنيه من المال الوفير أن يوصي بجزء من هذا المال وصية طيبة للقريب والفقير. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفتصدق بشطره، أي بنصفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، أي أموت في مكة لا في دار الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث الشريف الإذن بالوصية بالثلث من المال، وإن كان فيه تنبيه لطيف على أن الثلث كثير على كل حال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، أي خفضوا وصيتهم من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، أو قال: كبير. أخرجه البخاري. وأفضل مصرف صرفت فيه الوصية يا معشر الفضلاء أن تجعل الوصية بالمال في ذوي القرابة من الفقراء. فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي القرابة اثنتان، وعلى ذوي القرابة اثنتان صدقة وصلة. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكل من فرض له بفرض الله شيء من المال فلا يجوز له أن يوصي بعد ذلك بأي حال. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فالمتأمل في الأنصبة المفروضة يجد فيها كمال البيان، العاصب بمشيئة الله تعالى من دعوى الضلال والنسيان، حيث ختمت آية الفرائض والميراث بما يدل على البيان العظيم، كما قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ثم اعلموا يا عباد الله تعالى الموصين، لازلتم بعروة الأحكام مستمسكين، أنه يشرع لمن هم بوصية أن يبيت نيته، وأن لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. أخرجه البخاري ومسلم. فاحرص على كتابة وصية الخير، واحرص على كتابة دين الغير، فالعبد مرتهن بدينه الذي استدانه، فاجتهدوا بسداد الدين فإنه أمانة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. أخرجه مسلم. وقد ختم الله سبحانه آيات الفرائض في سورة النساء بما تضمن الوعد للسعداء وبما تضمن الوعيد للأشقياء، فقال تعالى: وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أوزعني الله تبارك وتعالى وإياكم شكر نعمة المال، وجعل إنفاقنا له وتصدقنا به من صالح الأعمال. أقول ما سمعتم وأستغفر لي ولكم الغفور الحليم، فاستغفروا الله وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب من لجأ إليه وقصده، ولا يضيع أجر من سأله واستعان به وعبده، وكل امرئ لما اكتسبه من الخير والفضل لاق. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وعد نعمه لا يطاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أدعوه مخلصا له الدين وأبرأ إليه من الشقاق والنفاق. وأشهد أن نبينا محمدا خير من امتدت إلى الله يداه، وخاتم المرسلين الذين أجاب الرب مضطرهم إذ دعاه، الذي هو في درج العبودية ومنازلها على الدوام راق. فصلى الله وسلم على رسوله الأمين ونبيه الكريم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه المتلقين أوامره بالتسليم، وعلى من أحبهم واتبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، فاتقوا الله ولا تغرنكم الأموال والآمال، فإن مآل ذلك لا محالة إلى الزوال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. ثم اعلموا يا معشر المسلمين والمسلمات، هديتم دوما لاغتنام الباقيات الصالحات، أن من وجوه البر والإحسان بالأمهات والآباء
إن تركوا الوصية بأموالهم أن يتصدق عنهم الأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وقد ترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أخرجه مسلم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وإن سألتم عن أفضل الصدقة للآباء فإن أفضل الصدقة لهم هي سقي الماء. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. أخرجه أحمد والنسائي. فاللهم اجعلنا ممن هديتهم بمنك لمحاسن شرعك القويم ودينك المجيد، فأدخلتهم بفضلك ورحمتك بلا حساب ولا عذاب دار السلام والمزيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في الوطن، وادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. رب أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. عباد الله، استووا، استقيموا، واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، وسدوا الفرج والخلل. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب. اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك وعظيم سلطانك. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض، لا مانع لما أعطيت
الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.